بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبناء التلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا لهذا اليوم Unit 5, Lesson 7. الوحدة الخامسة، الدرس السابع. In Activity Book. في كتاب النشاط. Page, صفحة 68. صفحة 68. And 69. وصفحة 69. عندنا هنا الاكتيفيتي الاول، اكتيفيتي اي، رايت ذا ووردز ان ذا سكويرز ان ذا كوركت اوردر. رايت ذا ووردز ان ذا سكويرز ان ذا كوركت اوردر. رايت، اكتب ذا ووردز، الكلمات، ان ذا سكويرز، اللي بالمربعات، على هاي الكلمات قصده، هاي الكلمات اللي بالمربعات ده تلاحظها امامك. In the correct order، بالترتيب الصحيح. يعني ريدنا نرتب، عندنا هاي الجملة ده، شوف هذه مجموعة 6 جمل، وهاي الجمل عندنا أكو كلمات مخلينهن هنا داخل المربعات، يريدنا نرتب هذه الكلمات، نرتب هذه الكلمات. قبل لا نبدي ونقرأ، أريد أن أعطيك ملاحظة أنه عندنا هنا، شوف هاي الول والذير والبي. إحنا طبعا عندنا الول والوونت، الول والوونت تيجي قبل الفعل، فإذا كان عندنا فعل، يعني هسه هنا عندنا الوونت ويا الفعل، الوونت تصير قبل الفعل وبعدين يجي الفعل وراه. هذه نتلاحظ هنا دو هنا ول، لازم شي يصير هنا الول وبعدين الدو، يعني الول وراها الفعل. الول قلنا دليل المستقبل، فعل مساعد مال الزمن المستقبل، الول معناه سوف، ويجي وراء الفعل مباشرة. وش يكون؟ قلنا يكون مجرد خالي من أي إضافة. شوف هذه دو ول، يعني ايش راح يصير؟ ول دو. تمرين سهل بس لازم نعرف القراءة والمعنى. هنا عندنا انجريز وول، الول والنوب انجريز، وبي وول، الول، وبعدين البي اللي هو الفعل معناه يكون. عندنا هنا بالجملة الأولى والثانية وياهم ذير، طبعا الذير تسبق الول، الذير قبل الول، فش نقول؟ ذير وول بي، ذير وول بي. وأيضا هنا ذير وونت بي، ذير وونت بي، ذير معناها يوجد أو هناك، تسبق الول، وقلنا الول يسبق الفعل، فالذير وراها الول أو الوونت، وبعدين يجي وراهن الفعل. هاي بالنسبة للترتيب صار واضح عندك. هسه راح أقرأ لك إياهن. In 2050 I think will there be robot nurses in hospitals. إيش صارت؟ In 2050 نفسها I think there will be robot nurses in hospitals. In 2050, I think there will be robot nurses in hospitals. في 2050, I think, أنا أعتقد there will be, سوف يكون هناك، سوف يكون robot nurses، ممرضات آليات، in hospital، في المستشفيات. فد ملاحظة أخرى اللي أرجو من عندك، شوف هذا الآي يكتب بالكتاب أو بالطبع بهالشكل، هذا الآي إحنا نكتبه كتابة بهالشكل. لاحظوا هذا الآي،
الآي الكابيتال، وين ما تلقى قلنا الآي الكابيتال يكون كبير، آي كابيتال، ها مو سمول، لا كابيتال تكتبه كبير بهالشكل هذا، شوف هذا بهالشكل هذا تكتب الآي، هذا الآي كتابة بهالشكل، مو بهالشكل هذا، الكتابة اليدوية تكون بهالشكل. نمبر 2 باي 2025 اي ثينك بي ذير وونت درايفر ليس كارز افري وير، درايفر ليس كارز افري داي، باي 2025 راح تصير الجملة اي ثينك ذير وونت بي درايفر ليس كارز افري وير، باي 2025 I think there won't be driverless cars everywhere. بسنة 2025 I think أنا أعتقد سوف لا يكون driverless cars سيارات بدون سائقين everywhere في كل مكان أو في أي مكان. Number 3 There won't be humans living on Mars for a long time. إيش راح يصير؟ There won't be humans living on Mars for a long time. There won't be humans living on Mars for a long time. There won't. هنا قلنا بعد عرفنا إحنا بالبداية قلنا نخلي ال will أو ال won't. وبعدها يجينا الفعل بعد ما عرفناها رأسا كتبناها دا نقرأها رأسا دا تلاحظ there won't be سوف لا يكون humans ناس بشريين living يعيشون on the Mars على المريخ for a long time لوقت طويل، لوقت طويل يعني وقت طويل ما راح يكون هناك ناس بشريين يعيشون على المارس اللي هو المريخ. Number 4 In the future most people do all their shopping online. In the future most people do all their shopping online. صارت إن ولا تلاحظ هاي الآي قلنا شوفها شلون نكتبها كتابة اليدوية. In the future most people هنا do will صارت will do all their shopping online. In the future most people will do all their shopping online. في المستقبل most people معظم الناس will do سوف يعملون all their shopping جميع تسوقهم مسواقهم مشترياتهم جميعها أونلاين على الإنترنت، راح تكون على الإنترنت على الشبكة. Number 5 In the future prices increase will prices increase will In the future prices increase will راح تصير In the future In the future في المستقبل prices increase will increase will increase In the future في المستقبل prices الأسعار price سعر prices الأسعار increase will increase سوف ترتفع increase يعني يرتفع ما أخذيها بدروس سابقة will increase سوف ترتفع Number 6 computers be will better and faster than now computers be will better and faster than now تلاحظ أنا كل كتبت لك اياهن هنا خلي ذن اثنين حتى تعرف انه انت بعد تكتبهن وتصير عندك الصوره واضحه يعني مجرد انت شو تسوي ترتب بس ذن الكلمات اللي بالسكويرز بالمربعات وقلنا دائما الول او الوونت وبعدها الفعل الول او الوونت وبعدها
فعل، فحتى تصير الصورة واضحة عندك. ايش راح تصير هنا؟ كمبيوترز نفسها ننزلها، بس هنا ايش راح ننزل؟ will be. will be قلنا الول وبعدها الفعل. better and faster than now. كمبيوترز الحواسيب، كمبيوترات. will be سوف تكون better، أفضل أو أحسن. and faster وأسرع، أفضل وأسرع، أحسن وأسرع. than now من الآن، من الآن. هسه نجي للأكتيفيتي، هذا الرجاء تكتبه قدامك بالنشاط يعني مثل ما كتبنا احنا. هسه نجي إلى أكتيفيتي بي، أكتيفيتي بي، تمرين بي. راح أقرأ لك المنطوق، منطوق الأكتيفيتي. write the comparatives and superlatives of adjectives. look at page 65 to check your answers. write the comparatives يعني اكتب، write اكتب the comparatives المقارنة أو المقارنات. and superlatives والتفضيل. of the adjectives الصفات. look at page 65 انظر إلى صفحة 65، صفحة 65 اللي أخذناها بالفيديو السابق. to check لتختبر your answers معلوماتك أو أجوبتك، لتختبر أجوبتك. check your answers لتختبر أجوبتك. هسه هنا هذا دا تلاحظ هنا adjective الصفات، adjective. وشلون يحول الصفة إلى comparative، comparative إلى مقارنة. وشلون يحول الصفة مرة أخرى إلى superlative التفضيل، التفضيل. دا تلاحظ هنا الأجكتيف الصفة بالكمبرتيف بالمقارنة ضفنا لها، ضفنا لها الإي آر، الإي آر. وهنا بالسوبرلاتيف ضفنا لها إي إس تي وخلينا قبلها ذا، ضفنا لها إي إس تي وخلينا قبلها ذا. بس أكو بعض الملاحظات هو مطينا إياها هنا، هسه راح أشرح لك إياها. هسه عندنا أول وحدة هنا ثيك، هنا صارت ثيكا، ثيك ثيكا، ضفنا لها إي آر، يعني من نريد نقارنها ويا أخرى ويا شيء آخر، وعندنا هاي الصفة نضيف لها إي آر. ودائما إذا تتذكرون قلنا الصفة أم الإي آر دائما تكون الذن بعدها، يعني بعد هذه، بعد هذه أم الإي آر تجينا الذن. ذن معناها من، ذن معناها من. شوف هاي ثيك ثيكا، ضفنا لها اي ار، راسا ضفنا لها اي ار، اي ار هو ده يعلمنا هنا احنا شلون نضيف الاي ار. مطينا ثلاث نماذج، كل نموذج يختلف عن الاخر، هذا النموذج الاول. ثيك ثيكا ضفنا لها اي ار، شوف هنا انا خليت خط جوا الاي ار. سوفت سوفتا، سوفت سوفتا، ضفنا لها اي ار. ثيك ثيكا، سوفت سوفتا، ضفنا لها اي ار، اي ار. هسه هنا بالسوبرلاتيف بالتفضيل خلينا قبلها ذا اول مره، وبعدين ضفنا اي اس تي، ذا ثيكست، ذا ثيكست. ثيك ثيكا، ذا ثيكست، ذا ثيكست. ثيك ثخين، ثيكا اثخن، ذا ثيكست الأثخن، الأثخن. soft ناعم، softا أنعم. the softest، the softest الأنعم. the لا تلاحظها، the softest الأنعم، ناعم
قلنا أنعم ال أنعم. ده تلاحظ هاي خلينا هنا اي ار ضفنا بالمقارنة، وهنا بالتفضيل ضفنا اي اس تي، وهنا قبلها قبل الصفة ضفنا تي اتش اي اللي هي ذا. هسه نجي للنموذج الثاني، هنا رأسا ضفنا اي ار، هنا هي بيها اي ده تلاحظ هسه هاي لارج هي بيها اي، ليت هي بيها اي، الصفة اللي بيها اي نضيف لها ار فقط، الصفة اللي بيها اي نضيف لها ار فقط ده تلاحظ. وهنا هي بيها اي ضفنا لها بس اس تي، وهنا بالبداية ذا اس تي وضفنا بالبداية ذا. لارج لارجا، لارج لارجا، ليت ليتا، لارج لارجا، ليت ليتا، ضفنا لها فقط ار لانه هي اصلا الصفه بها اي نضيف لها فقط ار، يعني ما نخلي اي مره ثانيه، هي بها اي راسا نضيف الار. The largest، the largest، the latest، the latest. Large كبير، larger أكبر، the largest الأكبر. Late متأخر، later أكثر تأخير أو متأخر. The latest الأكثر تأخيرا. هسه اللي تنتهي بإي ضفنا لها فقط آر. هسه happy وتادي، happy تادي، happy معناه سعيد وتادي معناه مرتب أو أنيق، مرتب أو أنيق. هذه بنهايتها واي، الصفة اللي بنهايتها واي وقبلها حرف صحيح نقلب الواي إلى آي ونضيف إي آر. لاحظ هذه الصفة happy بنهايتها واي وقبلها حرف صحيح، نقلب الحرف الصحيح، العفو نقلب الواي إلى آي ونضيف إي آر، happy happier، happy happier. تادي أيضا بنهايتها واي وقبلها حرف شنو هذا؟ صحيح، شنو نسوي؟ نقلب الواي إلى آي ونضيف إي آر، تادي تاديا، تادي تاديا. قلبنا الواي إلى آي، خليت لك جواها خطين، من قلبنا الواي إلى آي خطين، من قلبنا الواي إلى آي خلينا خطين، وضفنا إي آر، وضفنا إي آر. نفس الشيء هنا من نريد نضيف الـ EST ونحولها إلى التفضيل، أيضا نقلب الواي إلى I ونضيف EST ونخلي قبلها ذا، the happiest، the happiest، the taddiest، the taddiest. واضحة؟ الرجاء هذا تكتبه هنا وأيضا تكتبه بدفتر الواجب البيتي، لأنه هذا مهم جدا وراح يظل وياك بالسنوات، القادمة. هسه نجي لمن؟ إلى الأكتيفيتي سي. أكتيفيتي سي complete the sentences، هذا المنطوق complete the sentences with the with a comparative from activity A. Comparative from activity A. Complete اكمل the sentences الجمل with مع A comparative مع المقارنة from من activity B، من ال activity B. هذا اني ال comparative اللي هنا المقارنة، هذا اني ثيكا نختار من ثيكا ونختار من سوفتا، ثيكا سوفتا، لارجا لارجا، ليتا ليتا، هابيا هابيا، تاديا تاديا. قلنا هابي سعيد، هابيا أسعد، يمكن ما قلناها أسعد،
أو سعادة أيضا. The happiest، السعادة، السعادة، سعيد، أسعد، السعادة. عفوا أنا أسعد. تدي مرتب، تديا أرتب، أنيق، أأنق. The تديا the tediest، الأأنق، الأرتب، الأرتب. راح نختار من ذني المن هذه الفراغات. أريد قبل لا أقرأ أقول لك شوف هذه وراها ايش راح يجينا، ذان، خلي ببالك. تلاحظ بعد الفراغ هاي صفة أم الـ ER، صفة أم الـ ER هاي المقارنة الكمبرتيف، شنو بعدها؟ بعدها ذان، هاي أم الـ ER بعدها ذان، أم الـ ER بعدها ذان. يعني إذا جاب لنا على هذه الجملة هاي الاختيارات، مثلا قال لي ليت، ليتا، ذا، ليتست، شو اختار؟ هنا أم الـ ER. ليش؟ لأن أكو ذان، لأنه أكو ذان. وهذه أم الـ EST قبلها ذا، أغلب الأحيان قبلها ذا قبل الفراغ. هذه بعد الفراغ ذان، وهاي أم الـ EST قبلها قبل الفراغ، يعني إيش راح يصير؟ ذا. هذا اللي خلينا ببالك. راح نقرأ Now that I am 12. Now I that I am 12. Now that I am 12. I can go to bed. I can go to bed. Then when I was 6. Then when I was 6. هنا خلينا ليتا. صارت Now الآن that I'm 12 أنا إيش قلت 12 عمر 12 I can go to bed later أستطيع أنا أستطيع أن أذهب إلى الفراش متأخر أكثر تأخير than من when I was 6 عندما أنا إيش قلت كان عمري 6 الجملة الثانية My sister's bedrooms is تيدا خلينا هنا than mine because she doesn't put her things on the floor. My sister's bedroom غرفة أختي is تيدا أرتب أكثر ترتيبا أرتب than من mine من غرفتي المقصود هنا mine مني because she doesn't لأنه هي doesn't put لا تضع doesn't put her things أشياءها on the floor على أرض الغرفة لأنه ما تضع أشياءها على غرف على أرض الغرفة. إحنا دائما الولد يجون يذبون ملابسهم كتبهم أشياءهم الخاصة بهم يذبها، بينما البنية لا تكون أكثر ترتيبا. تديا تديا نمبر 3 A woolen scarf is thicker than a cotton one. A woolen scarf is thicker than a cotton one. A woolen scarf الحجاب الصوفي is thicker أثخن thick ثخين thicker أثخن than من A cotton one من الحجاب القطني أو الواحد القطني قصده الحجاب القطني. هسه عندنا هذا التمرين نكتبه بالنشاط بالاكتيفيتي. هسه نجي إلى اكتيفيتي دي. اكتيفيتي دي listen and say قلنا هنا اتراك ده تلاحظ هنا 69 69 listen and say اصغي وقل these words هؤلاء الكلمات what's
the problem. What's the problem? ما المشكلة؟ problem معناها مشكلة، ما المشكلة؟ هسه راح اقرا لك هنا ونقرا هنا. Look at these groups of words. Look at these groups of words. They have the same sound. They have the same sound, but they have different meanings. Different meanings. Look at, انظر إلى these groups, هؤلاء المجاميع. Of words, من الكلمات. شوف هاي تعتبر مجموعة. هاي مجموعة، هاي مجموعة، هاي مجموعة. مجاميع كلمات، هذا اللي يخصه. They have the same sound. هن نفس الصوت. Same sound. نفس الصوت، نفس التلفظ. But ولكن they have different meanings. ولكن هن عندهن different meanings، معاني مختلفة. يعني هو نفس الصوت بس المعنى ماله يختلف. نفس الصوت بس المعنى ماله يختلف. أيضا الكتابة السبيل ماله أيضا يختلف. أيضا السبيل ماله كلهم تقريبا الكتابة مالتهم السبيل مالهم يختلف، وأيضا المعنى يختلف، مو بس المعنى، لا أيضا الكتابة مالته. نمبر 1 سان 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 معناه ولد، وسان معناه شمس، نفس المعنى بس الكتابة مختلفة. العفو، نفس الصوت، نفس الصوت بس الكتابة مختلفة، أو بعد والمعنى مختلف. سان معناه ولد وسان معناه شمس، يعني المعنى ماله مختلف وبعد والكتابة أيضا مالته مختلف. فاذا 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 أب ماخذينه احنا وراح نوضحها هسه ومنطينا تمرين عليها. فاذا فاذا شنو الفرق بيناتهم؟ هذا الآر بالكتابة بالسبيل، هذا الآر فقط. هذا فاذا أب وهذا فاذا أبعد، أصلها فا وضفنا لها التي اتش اي ار صارت فادا. يعني فرق هاي عن هاي، هسه اريدك تركز على هاي، الار فقط بس نفس الصوت، بس السبيل مالها هنا بيها ار، هنا ما بيها ار، والمعنى مالها يختلف. فادا اب، فادا هنا ام الار معناها ابعد. نمبر 3 اتس 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 اتس. تلاحظ هاي اتس هنا كوما بين التي والاس، هنا ماكو كوما بين التي والاس، هذه اصلها ات از. ات از يعني هنا ضمير وهذا فعل مساعد مال المفرد، ضمير وفعل مساعد مالت المفرد. طبعا هذا يا ضمير، ضمير فاعل، ضمير فاعل، ضمير فاعل، يا فاعل، الفاعل الغير عاقل الجماد أو الحيوان، الفاعل غير العاقل الجماد أو الحيوان، وياه شنو هنا؟ الأس مختصرينها أصلها إز، الأس مختصرينها أصلها إز، كل إحنا نعرفها هاي الإز، الفعل المساعد مال من؟ مال المفرد. بينما هذه الإتس هذه صفة تملك، صفة تملك، هنا معناه هو أو هي لغير العاقل، قلنا وياه هذه. هنا إتس هذه صفة تملك، مثلا نقول على الكلب إتس تايل إز لونج، إتس تايل هاي الإتس، إتس تايل، إتس تايل ذيله إز لونج، شبيه طويل. بينما هنا نقول إتس أ دوغ هو كلب، It's a dog هو كلب، It's a dog هو كلب. بينما نقول هنا It's أو It's a cat هي قطة، It's a cat هي قطة. بينما أنا شو نقول؟ It's tail is long ذيله من هو؟
And it's like نكمل الجملة اللي أول واحدة قلناها. And it's like its tail is long. Its tail is long. وذيله شبيه طويل. بينما القطة نقول مثلا its tail is short. ذيلها قصير. يعني هذه صفة تملك. فور رقم أربعة. Your أيضا هنا هذه ده تلاحظ بين هذه وهذه شنو الكومة أصلها هذه آر واختصرناها يعني يو آر صارت يور يعني هذا شنو ضمير فاعل وهذا فعل مساعد هذا ضمير فاعل وهذا فعل مساعد أصل يو آر اختصرناها صارت يور أنت أو أنتي أنتم أو أنتن وهذه يور صفة تملك صفة تملك اليور دائما هاي صفة التملك أو هاي صفة التملك كل صفة تملك يأتي بعدها اسم مملوك يعني هذه يأتي بعدها اسم مملوك اليور مثلا يور نيم يور ديسك يور فادر يور برادر إلى آخر نجي نمبر فايف ذير كلها نفس الصوت يجي المعنى هسه مختلف والكتابة أيضا مختلفة ذير أصلها they are they معناه هم أو هن وهذه are اختصرناها الفعل المساعد مال الجمع صارت ذير هم أو هن هم أو هن وهذه ذير معناه هناك أو يوجد ذير هناك أو يوجد وهذه ذير اللي هي صفة التملك اللي هي صفة التملك اللي هي صفة تملك هسه بعد ما افتهمنا معناها وافتهمنا الفرق بيناتهن قلنا بالمعنى بالمعنى والكتابة بس شنو نفس الصوت same sound نفس الصوت وعرفنا الفرق بيناتهم بالكتابة والمعنى كتابة والمعنى هسه يريدنا احنا نفس هسه تقريبا اللي اخذناهن راح شنو نخليهن هنا بهاي الفراغات حتى يوضح لنا الفرق بيناتهم اكثر Use the words from activity D to complete the sentences. Use استخدم the words الكلمات from activity D من الاكتيفيتي دي هاي استخدم ذني يعني ذني اللي هسه قرأناها واخذنا معناها نستخدمها to complete لتكمل the sentences الجمل Is only mom at home now? أمي فقط في المنزل الآن كتبنا هنا دير ليش عندي إز هنا شوف هنا هذني الثلاثة اختارينا من عندها منو أول ثقل بالنص there is يوجد أو توجد أمي فقط أو اللي فقط at home في المنزل now where are the children أين الأولاد أين الأولاد أين الأطفال at school now there هم أخذنا الذير اللي هي they are أصلها they're home at school now في المدرسة الآن نتلاحظ من خلال المعنى تقريبا احنا يلا قدرنا نخلي هاي الكلمات بالفراغات من خلال المعنى لازم يكون عندك معنى طبعا تقدر تقرأ وبعدين تعرف المعنى and dad is at work and dad is at work الأب في العمل their dad وأبوهم أبو الأولاد at work في العمل لسه صارت شوي أوضح number two my طبعا هنا رقم اثنين راح ناخذ الاختيارات مالتها father الأولى وهاي father الثانية father هنا معناها أب وهنا father معناها أبعد my is an engineer
الانجينير مهندس. ماي من هو؟ ماي الاب عاد اقول لا، ماي فاذر، هذه الاب، ماي فاذر اللي ما بها ار، ماي فاذر از ان انجينير، ابي مهندس. نبتون از فاذر اواي فروم اس ذان مارس. نبتون از فاردر اواي فروم اس ذان مارس. نبتون از، قلنا فاذر هنا شنو معناها؟ ابعد، اواي from us، منا، than Mars بالنسبة للمريخ، يعني نبتون أبعد بعيدا منين؟ منا، from us than Mars، من المريخ. طبعا هذا نسيت ما قلت لك، هذا نموذج وزاري جاي بالنموذج الوزاري، فرجاء انتبه، هذا جاي بالنموذج الوزاري، يعني هاي أسئلة وزارية، هذه الفراغات تجيك بالوزاري. نمبر 3، My parents have a and a daughter. من أول وحدة شو نستخدم؟ السان هاي لو السان الثانية، سان ولد لو سان شمس. My parents have and daughter. My parents والدي، have عندهم، أسان ولد، and daughter وبنية وبنت، بنية. Mercury is the closest planet to the، أكيد سان الثانية اللي هي شمس. Mercury شو قلنا؟ منو الميركوري؟ العطارد. شبي is the closest planet، الأبعد الكوكب الأبعد to the sun، من الشمس. هسه نجي للرابعة، هاي رقم 4، شوفها هاي رقم 4، هذه يور وهاي يور، هاي يور قلنا أصلها يو آر، وهاي يور اللي هي صفة تملك. Not feeling very well، not feeling very well، هنا ايش خلينا؟ يور يعني يو ار، انت not feeling، لا تشعر، very well بصحة جيدة، because يور الثانية هاي your temperature لأنه حرارتك، شوف هاي استفدت من حرارتك، is going up، ايش بيها؟ صاعدة، going up صاعدة، لأنه حرارتك صاعدة. اليور هاي أول واحدة استخدمناها، وهاي اليور الثانية. نمبر 5، رقم 5 عندنا هاي إتس وهذه إتس، هنا لو مثلا هذه كل واحدة هي ورقمها، يعني بخلينا هنا رقم 3 هاي، المهم 5 هاي رقم 3، إتس وإتس شرحناها بما فيه الكفاية. A good school، مدرسة جيدة، ايش راح نقول عليها؟ It is، it's نختصرها، it is ومختصرة it's، هي A good school، مدرسة جيدة، هي مدرسة جيدة، it's a good school، and its pupils work very hard، and its pupils work very hard، وتلاميذها work يعملون very hard بجد، وتلاميذها يعملون بجد. It's a good school and its pupils work very hard. هذا التمرين جدا مهم اللي أرجو أيضا تكتبه بدفتر الواجب البيتي، لأنه مهم رجاء، يعني تكتبه بدفتر الواجب البيتي، وهذا نموذج وزاري، نموذج وزاري جايك بامتحان البكالوري. هنا هذه الفعالية اللي احنا متعلمين عليها من الثالث والرابع والخامس، وأساعدنا بالسادس. لوك، انظر، سي، قل، كفر، غطي، رايت، اكتب، تشيك، اختبر، شوف. يعني هنا عندنا ذن الكلمات، ايش راح نسوي؟ ننظر لهن ايزي،
نقولهن، قلنا ايزي كفر نغطيهن، وانه برايت نكتبهن، رايت نكتبهن، يعني هاي الكلمة سماع عربي ثاني شو اسوي؟ ابوع لها مرة ثانية، ها؟ ما نسيتها، اشيل ايدي ابوع لها، وش اقول؟ ايزي واغطيها والنوب اكتبها اي مثلا، نسيت هذا الحرف شو اسوي؟ ارفع ايدي مره ثانيه، الحرف الاخير نسيته، فهسه شو اسوي؟ ايضا اباوع لها زين ايزي، وقلتها ايزي، وكفر اغطيها والنوب اكتبها الى ان اكتبها بشكل صحيح. ايزي تكتبها هنا، وكذا هاي ايزي ايزيا، هيفي هيفيا، ايزي سهل، ايزي سهل، ايزيا اسهل، هافي ثقيل، هافيا اثقل. انت حاول ان تكتبهن هنا، حاول ان تكتبهن هنا. انتهى درسنا لهذا اليوم، فضلا وليس امرا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.